أكد إصراره على حالة اليوم التي هو فيها والعزالة على الحالة وقصرته تقريباً من كل شيء. تبدو فلسفة التأمل الشخصية المحورية مع الواقع من خلال تاريخ الظني يبدأ من عند شخصية الكت التي صارت شخصية الحفيد أو الابن المزدوجة ظلا لها. صار ابن جده ظلا لجده. تابعاً إلى درجة ما من التشبع والتمثل لصناعة التاريخ جذب لمن لا تاريخ له. هذه صناعة تاريخ لمن لا تاريخ له. ده فلسفة نص ابن جده. صناعة التاريخ لمن لا تاريخ له. صناعة الوهم بمعنى أصح. وده بينطلي على حاجات كثيرة جدا ممكن نقولها في كل أمور حياتنا. بهذه الحالة ربما قصدها الكاتب وكانت في محلها. ليدفع ذلك كله الشخصية في طريق الاستحواذ على كل المشاعر المتضادة والمتصاصرة في الوعي والتي تصنع دورها في النهايات المتقابلة تبدو أهميتها في تكريس طرق التعايش مع الواقع ومن ثم تقبل التحولات التي تصيب لها الشخصية أو الحالة السيكولوجية التي يدفعها إليها وجود غير شرعي يتحصل على شرعية وجوده من خلال شخصية الجد. تلك الشخصية المفارقة أو المفتاح أو الموجد على أرض الواقع هو ما يجعل الجد تأثيراً مباشراً على كل مراحل الحياة والتحولات التي تنتهي السيد من أول النص إلى آخره. ده بيقابله حاجة تانية مهمة جداً في الرواية بتعدد الوجوه السيد بحيث تحضر المرأة. حضور المرأة في حياته بتبدأ من شخصية أو شخصية اللي هي كانت اسمها يوسف. لا أب رجل. لا الست اللي هو تزوجها من أول الست الجميلة. يعني فبتبدو من خلال المحطات التي يتنقل بينها وعي السيد تلك التقلبات التي يثيرها النمط المتغير للحياة المضطربة. بيجعل على اتصال بحس الاضطراب مبررا لحالة التنقل. هناك حالة اضطراب موجودة بتخلي عملية التنقل في قلق وجودي، قلق الاضطراب، الإحساس بالاضطراب حتى في جوه البيئة اللي هو صنع من خلالها وهمه قدر يحول وهمه إلى حقيقة ووجود. هو ما تفرزه تلك العلاقات من خلال محطات مهمة في تاريخ السالب الذي يتحصل عليه من خلال تعامله العميق والمتغير مع قناعاته المتعددة. وهو ما يطرحه السالب من خلال مواجهة لذاته وهو يصنع لها عالما متخيلا يتحقق فيه الأشياء من حوله تصنع هذه الحالة الدالة على الوقوع في المتاهة. بيقول ومع الأمر ركبت على أرض محيلة روح وأجيب والأصوات تفوت فأطرق وحيداً مع نظراتي التي راحت تتابع العناكب التي نسفت بيوتها على ذروحي وتمنيت وأطلق الرصاصة علي لألقى حتفي ولا أعرف لماذا تذكرت نواء القطط على أركض وما الدلالة من الغياب ومن خوف الضلال والناس ينسحبون إليها وأنا وحدي تحت الشمس يؤنس وحدتي عمود الهاتف الخشبي أسطواني الشكل يسند سلكا واحدا كشاهد ملك على خطوات اللصوص وكلما جاءت من بعيد حملت امري بتعذيب. قصيده نسر. يعني اعتقد الدلالات اللي بيطرحها هذا المقطع مهمه جدا بحيث ان هو اللغه بتلعب دور كبير جدا. هنا ازمه هذه اللغه بتعدد الازمه بتؤكد الازمه تتماشى معاها وفي نفس الوقت بتمثل خلاصا من هذه الازمه. انسنه الاشياء من حوله، مشاركه الجمادات من حوله. هذه العلاقه المنبته مع العالم والتي يحاول السالب او الشخصيه اللص بمعنى في صوره من صوره من صوره وقناع من اقنعته وهو لص وهو فنان وهو ايجابي وهو اشياء كثيره جدا. هنا يعكس السرد حالة المطاردة التي يعيشها السرد كنمط أساسي يميز وجوده
وهو تحول من سابق ونص إلى كاتب، ثم إلى أداة في يد سلطة عميقة. بعد سياسي موجود طبعاً في الرواية، ثم تم رغبته في تحويل المسارات نحو تقييم جديد للنفس ومحاولة تجسيد الوجود والتحرر، ومن ثم الانغماس في حوالي الحياة ليكون الاستدراك نموذج المرأة الحياة. المرأة هنا لديه تساوي الحياة. المرأة تساوي الحياة. في سعي الحديث حديث جامع العلامات في طريق السالك كي يغطي جزءا مهما من مواد تتعاطيه مع الحياة في التحول الجديد. في وقت تاني برضه بعد صوفي او بعد روحاني بيبدا يتبع على وعي السائل سواء او كان مسؤول عنه بعض المقاطع. اعقدوا حلقه ذكر امام بيتي طفت وغبت واهتز كل شيء فيا وفي راسي الكثير من الافكار.